شيء في المقبرة. مات لورد كارنافون في 5 إبريل عام 1923 بعد الافتتاح الرسمي لمقبرة توت عنخ آمون بسبعة أسابيع. لم يكد الخبر ينتشر حتى أصيب العالم بالجنون. هكذا وجد كتاب الغرائب ظلتهم ومنبعا لا ينفد للقصص المثيرة. قيل إن الأضواء انطفأت في القاهرة كلها بلا تفسير لحظة الوفاة، وهو شيء يحدث في كل الأوقات. بينما عوى كلب اللورد كثيرا في بيت كارنافون ثم مات. حدث هذا بعدما أعلنت الكاتبة ماري كوريلي تحذيرها الشهير من دخول المقبرة. وبالطبع كان كونان دويل مؤلف شيرلوك هولمز مستعدا للتصديق كالعادة، لذا قال إن موت كارنافون نتيجة للعنة الفراعنة. كانت هناك تعويذة على قاعدة تمثال أنوبيس ابن آوى الذي وجدوه في المقبرة تقول: أنا الذي أمنع الرمل من أن يغمر غرفة الأسرار، أنا هنا لحماية الموتى. لكن صحفيا متحمسا أضاف الكلمات التالية: ولسوف أقتل كل من يجتاز العتبات المقدسة إلى الملك الذي يحيا للأبد. بعد 5 أشهر مات أخو اللورد الأصغر فجأة، دعك من موت طائر الكناريا الخاص بكارتر مكتشف القبر الأمريكي. لا تنسى أن كارتر كان هو المكتشف وكارنافون الممول، وموت الطائر غريب، فقد ابتلعته كوبرا يوم افتتاح المقبرة. طبعا كانت هناك كوبرا في تاج الملك سوف تبصق النار في وجوه من يفتحون التابوت. سكرتير كارتر الشاب مات، انتحر أبوه حزنا عليه. أثناء تشييع جنازته داس الحصان الذي يحمل التابوت طفلا فقتله. هنا يصرخ من يؤمنون بلعنة الفراعنة: هل هذه مصادفة أيضا؟ هناك 10 أشخاص ممن فتحوا المقبرة وعددهم 58 ماتوا في السنين التالية. لكن دعنا لا ننسى أن الباقين عاشوا حتى سن متقدمة. كارتر نفسه الذي أقلق نوم المومياء حرفيا عاش بعد هذا 17 عاما، ومات ميتة هادئة في 64. فهل اللعنة تصيب الممولين ولا تصيب المكتشفين؟ بصرف النظر عن أي منطق، ظل الناس يؤمنون بكل تفاصيل هذه اللعنة حتى 70s، لدرجة أنه عندما عرضت كنوز توت عنخ آمون في سان فرانسيسكو أصيب رجل شرطة ممن يحرسون القناع الذهبي بجلطة مخية، وقد طلب تعويضا باعتبار الجلطة إصابة عمل نتيجة للعنة. طبعا رفض القاضي هذا الكلام الفارغ. على كل حال تسبب فتح القبر أو واكبة موت لورد كارنافون الذي تلقى لدغة بعوضة، تلوثت اللدغة أثناء الحلاقة، من ثم أصيب بتسمم في الدم وتوفي في سن 57. لا يندهش الأطباء من حدوث هذا في عصر ما قبل المضادات الحيوية ومع رجل معتل الصحة أصلا. بعد أعوام وجد العالم البريطاني والتر أمري تمثالا لأوزوريس أثناء عمله في سقارة، وفي الليلة ذاتها يموت بلا تفسير أمام عيني مساعده المصري. لماذا مات شامبليون عالم الآثار المصرية العظيم مكتشف اللغة الهيروغليفية شابا وبلا تفسير؟ لماذا مات بلهارس مكتشف البلهارسيا بعد 2 من رحلته للأقصر مع زوجة الدوق إرنست الأول؟ على كل حال اعتقد كثيرون أن فطرا ساما أسبرجالس نيجرا هو الذي سبب هذه الوفيات، وقد استنشقه الضحايا من غرف الدفن. هذه الفرضية طرحها دكتور عز الدين طه الأستاذ بجامعة القاهرة في 60s، وقال إنهم وجدوا هذا الفطر بكثرة في المقابر وفي لفائف المومياوات وفي البرديات، فقط لم يعش طويلا بعد هذا لأنه توفي في حادث سيارة. هل هي البكتيريا؟ هل هي إشعاعات نووية تم استخدامها في طلاء التوابيت على شكل طبقة من اليورانيوم؟ لم يثبت وجود هذه الطبقة قط. لاحظ أن أي مكان تعيش فيه وطاويت هو مكان يسبب فطر هيستوبلازموس بسهولة تامة. فهل كان الفكر هو سبب حالات الوفيات هذه؟ هناك كذلك تركيزات عالية من الأمونيا في هذه المقابر، والأمونيا غاز سام بالتأكيد، لا يمكن البرهنة على وجود لعنة فراعنة، لكنها من ألغاز الكون التي لا يستطيع المرء نفيها بقلب مستريح.